أعلنت وزارة الخارجية تلقي مصر دعوة من الحكومة الهندية للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة والتي تبدأ في ديسمبر القادم ولمدة عام. أشارت الخارجية إلى أن الدعوة الهندية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وتجسد مكانة مصر إقليميا ودوليا، كما تجسد دورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية. نوهت الوزارة إلى تولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية السفير راجي الإتريبي توليه مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين.